بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. معكم الدكتور مناع شداد، أستاذ علم اللسان العربي، المحاضرة الثانية في علم الصرف من المقرر 102، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم هذا البلاء، وأن نجتمع وإياكم في القاعة وأنتم في أتم الصحة والعافية. كنت قد أنزلت لكم محاضرة تفصيلية عن علم الصرف، وربما موضحة يعني فيها نوع من التوضيح والشرح الكثير، لكن لأنه من الصعب تنزيل كمية كبيرة في الإنترنت كما تعلمون، لأن الإنترنت ضعيف، لذلك حاولنا أن نختصر وأن نعطيكم بعض المعلومات على شكل خرائط ذهنية وعلى شكل قواعد عامة، وفي بعضها مفصل والبعض الآخر يعني أشرنا إليها إشارة، وذكرنا كل ما يتعلق أو أهم ما يتعلق في علم الصرف ليكون لنا معينا أثناء التطبيق عندما نستخرج أو كي نميز بين علم الصرف وعلم النحو. قلنا إن علم الصرف هو الذي يهتم في بنية الكلمة وفي الكلمات والأسماء المتصرفة، لا علاقة له في البناء، بينما النحو الذي يهتم طبعا في التركيب الجمل وعلاقات العلاقات المتبادلة فيما بينها والعلامات الإعرابية وما إلى ذلك. أول ما يتبادر إلينا في علم الصرف هو وزن الكلمة. وضع العلماء ميزانا صرفيا لكي نزن به الكلمات العربية ونعرف ما هو الأصلي منها وما هو الزائد. فوضعوا لنا معيار معين، هذا المعيار هو وزن فعل ثلاث، لأن أقص أو أكثر الكلمات العربية تداولا على الألسن هي الثلاثية. طبعا وإن كان عندنا رباعية أو خماسية أو سداسية، لكن الثلاثية هي الأشهر والأكثر تداولا، وربما بعضهم أراد البعض أن يقعد على أنه لا يوجد أقل من ثلاثة أحرف، وإن وجد بعض الكلمات التي هي تتكون من حرفين فلها حرف ثالث حذف. طيب، أصول الكلمات قلنا ثلاثة أحرف أو أربعة أو خمسة، طبعا الثلاثية الأكثر. الوزن فعل على وزن مثلا فعل، على كتب على وزن فعل، فهم على وزن فعل، شرف على وزن فعل، كتف على وزن فعل، هذه أوزان. إذا عندي أوزان نزن بها ثلاثي، إذا زادت الكلمة عن ثلاثة أحرف بحرف أصلي زيد في الميزان لام، نحو دحرج، لاحظ أربعة أحرف، دحرج على وزن فعلا، لا نزيد في الميزان لاما، سفرجل فعلل أو فعلل، سفرجل فعلل. إذا زيد في الكلمة حرف غير أصلي، مثلا هنا حرف أصلي إذا زيد، لكن إذا زيد حرف، هذا الحرف هو من حروف الزيادة، نزن الأصول ما يقابل فاء الكلمة وما يقابل عينها وما يقابل لامها، ونسقط أحرف الزيادة كما هي. وأحرف الزيادة السين والهمز واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف، مجموعة في قولك سألتمونها، إضافة إلى التضعيف. إذا إذا كانت الجملة الحرف مضاعف أو فيها أحرف من هذه فهذه أحرف الزيادة. تقابل الأصول بحروف الميزان، ويعبر عن الزوائد بحروف التنزيل كما هي، نحن مثلا تشارك نقول تفاعل، كسر نقول فعل، كسر هنا مضاعفة، مضاعفة الميزان فعل، تفاعل عندي التاء زائد والألف زائد نقول تفاعل، لاحظ نسقط، وهكذا. إذا حذف أحد الأحرف الأصلية نحذف ما يقابل في الميزان، زنة على وزن علة، لأن زنة من وزن،
فحذف الثاء الكلمة فصارت إله، لأن أصلها وزن على وزن فعلة. اسعى حذف الياء لأنه حرف علة يكون على وزن إفعى، وكان أصلها اسعى، لاحظ الياء اللي هو الألف المقصورة. لا يؤثر الإدغام والإعلال والإبدال في الميزان. شد تقول فعل لأن أصل شد شدد. وازدهر أصلها ازتهر، هذه تعرف تعال طبعا لها خاصية، لكن عن يعني حرف الزاي مجهور والتاء مهموس، والجهر أقوى من الهمس، فتحول التاء بقوة شهر الزاي إلى حرف مماثل لمخرج التاء وهو الدال، فصارت ازدهر. لكن عند الوزن نقول يعني نزنها كأن لم يكن شيء، نقول افتعل ولا نقول افدعل. اختار أيضا حرف معل، لا نأتي نقول افتعل، نقول افتعل باعتبار الأصل اختيار. الكلمات التي فيها قلب طبعا ينظر إلى أصلها، يعني مثل جاه، شاء، آيس، أو يأس إلى آخر. هذه كلمات كثيرة لكن نضرب مثال بجاه. جاه أصلها وجه، إذن الواو فاء الكلمة والجيم عين الكلمة والهاء لام الكلمة. لاحظ كيف تحولت فعل، صارت جاه العين، العين والألف أصلها واو اللي هي فاء، يعني فاء الكلمة، والهاء لام الكلمة، فصارت عفل. كان أصلها جوه، كان أصلها جوه، يعني لأن الألف هذه أصلها واو، فجوه على وزن عفل. لاحظ لكن وش وزنها فعل، إذن هذا الميزان الصرفي. طيب نأتي الآن إلى تقسيمات الفعل الصرفي. تقسيمات الفعل الصرفي، هذا خريطة تبين تقسيمات الفعل الصرفي بشكل مختصر. يعني عندي الفعل من حيث التجرد والزيادة، يعني من حيث ينقسم إلى مجرد، المجرد ثلاثي ورباعي، يعني من حيث التجرد والزيادة ينقسم إلى مجرد ومزيد. المزيد عندي المجرد ثلاثي ورباعي، والمزيد عندي مزيد ثلاثي ومزيد رباعي. وينقسم أيضا من حيث الجمود والتصرف إلى جامد ومتصرف، ومن حيث بناء الفاعل والمفعول مبني للمعلوم ومبني للمجهول، ومن حيث التعدي واللزوم، يعني الفعل عندي لازم وعندي متعدي، هذا تقسيمات كلها تقسيمات للفعل. من حيث الصحة والاعتلال، عندي فعل صحيح، والصحيح إما سالم وإما ضعف وإما مهموس أو معتل، والمعتل إما ما يكون مثال أي أول وآخر حرف علة، أو أجوف أوسط حرف علة، أو ناقص آخر حرف علة، أو لفيف، يعني مفروك إن جاء في أوله ثاءه ولامه حرف علة، أو مقرون إن جاء يعني عينه ولامه حرف علة. إذن هذه وتفاصيلها فيما يلي. طيب هذا بالنسبة للتجرد والزيادة. نبدأ مثلا أبواب الثلاثي المجرد. الثلاثي المجرد هذه ستة أوزان باعتبار مضارعه. لاحظ، فعل يفعل، نصر ينصر، فعل يفعل، ضرب يضرب، فعل يفعل فتح يفتح، فتح ففتح، يعني فعل يفعل كسر ففتح، فعل يفعل ضم فضم، حسن يحسن كسر كسر، فعل يفعل حاسب يحسب، هذا باعتبار المضارع. الرباعي له باب واحد، أو أقصد وزن واحد، اللي هو فعل لا على وزن دحرجة، وهناك بعض الملحقات بالرباعي، فوعل فعول إلى آخر، وأوزانها الوزن مع مثال كما هو مبين مثل بيطرة أو سلقة أو جلببة إلى آخر. هذا بالنسبة للمجرد. إذا المجرد عندنا ثلاثي وعندنا رباعي وعندنا ملحق بالرباعي. المزيد عندنا مزيد ثلاثي ومزيد رباعي. الثلاثي يزاد بحرف ويزاد بحرف ويزاد بحرفي بحرفان ويزاد بثلاثة أحرف. لاحظ، بحرف يزاد بحرف واحد اللي هو أفعل اللي هو الهمز على أكرم، فرحاء التضعيف، فعل الألف، يزاد بحرفين إن فعل الألف والنون، انكسر اجتمع الألف والتاء، احمر التضعيف والهمز، تكلم التاء واللام، نزيد بثلاثة أحرف، استفعل الألف والسين والتاء، استخرج، افعوا على أين حروف الزيادة هنا؟ افعوا على كان أصلها عشبة، فلاحظ عندي الهمز وتضعيف الشين، شين لاحظ مع الواو، افعول التضعيف الواو مع الهمز بحرفين، يعني إذا عندي تضعيف الشين مع الهمز هنا، وعندي هنا افعل للا اقعن سسا، أين الثلاثة الأحرف هنا؟ الهمز
والنون وتضعيف السين. المزيد الرباعي التاء في تفعلنا تتحرج، والالف والنون في افعن لا احرام جمع يعني اجتمع احرام جمع يعني تجمع واطمأن. طيب تقسيم اخر يعني يبين لك اكثر. الفعل ينقسم الى صحيح والى معتل. الفعل الصحيح ما سلم من حروف العله ومن التضعيف ومن الهمز، والمعتل معروف ما كان اول حرف عله او اوسطه او اخره. هذا المعتل، هذا الفعل. الان نحن نتحدث عن الفعل. لاحظ الفعل سالم ما خلت اصوله من حروف العله والتضعيف. مضعف ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، مد مثلا او فعل الى اخره. مضعف ثلاثي ومضعف رباعي. زلزله هذا مضعف. المهموز ما كانت احد احرفه همزه، اخذ سال قرار. اما المعتل المثال ما كانت ما كان المثال ما اعتلت فاءه مثل وعد الواو. الاجوف ما اعتلت عينه قال الالف قال فعل. الناقص ما اعتلت لامه اللي الاخير رمى الالف فعل على وزن فعل اللام عارف عله. واللفيف قلنا مقرون ما اعتلت عينه ولامه مثل طوى، والمفروق وقد اخذناه سابقا يعني في الخارطه السابقه. من حيث التعدي واللزوم، من حيث الجمود والتصرف، ينقسم الفعل إلى جامد وإلى متصرف. الجامد يلزم صورة واحدة الماضي مثل عسى وليس ونعمة وبئس وحبذا ولا حبذا. هذا جامد. ما معنى جامد؟ لا يتصرف، لا يأتي منه الماضي ولا المضارع ولا اسم فاعل إلى آخر. جامد اسمه فعل جامد، يعني ما يجيش منه إلا صورة واحدة إلا الماضي هذا الفعل. وإذا بعضها يلزم صورة الأمر مثل هب وتعلم، إذا هذا جامد. ولذلك نقول فعل جامد. ما المقصود بالفعل الجامد؟ يعني لا يأتي منه الأفعال الأخرى. إذا بعضها تلزم صورة الماضي، ولذلك نقول عسى وليس ونعمة وبئس وحبذا، هذه أفعال ماضية. هل ممكن أن تأتي منها أفعال ضارعة؟ أم وهنا هب وتعلم اللي هي من أخوات ظن، من أخوات ظن. لاحظ مش هب اللي هي من وهب أو تعلم من العلم وعالم، لا هذه مشتقة، لكن اللي هي من أخوات ظن اللي هي من يعني تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر. وينقسم الى متصرف. اذا هذا الفعل الجامد. عندما نقول فعل جامد، لاحظ فعل جامد اي يلزم صوره واحده، يلزم صوره واحده. فرق بين الاسم الجامد والفعل الجامد. الجامد من الافعال ما يلزم صوره واحده، اما ماضي واما امر. المتصرف هو ما ياتي منه الماضي والمضارع والامر، يعني او ربما تشتق منه اكثر من ذلك. لكن عندي في التصرف تام التصرف ويأتي منه الماضي المضارع الأمر إلى آخره. والناقص ما يأتي منه الماضي والمضارع فقط، هذا يسمى متصرف ناقص مثل أخوات مثل كاد وأوشك وما برح، ويأتي منه المضارع والأمر، إما المضارع الماضي والمضارع وإما المضارع والأمر مثل يدر ويدع ويزن إلى آخره. هذا من حيث الجمود والتصرف. وهذه أيضا فيها من حيث التعدي واللزوم، يعني التعدي اللي يتعدى الى مفعول واحد او مفعولين او ثلاثه، واللازم اللي يكتفي بمفعول بفاعله. اذا المتعدي ممكن يتعدى الى مفعول وهو كثير في اللغه اللي فيه اي جمله فيها مفعول به، او يتعدى الى ثلاثه مفاعيل، اقصد الى مفعولين. واذا تعدى الى مفعولين مثلا عندي مفعولين اصلهما المبتدا والخبر، والذي تتعدى الى مفعولين اصلهما المبتدا والخبر كما بيناه في دروس ظن اخواتها اللي هي افعال اليقين مثل راى علم درى، أو أفعال الرجحان ضمن حسب خالة، أو أفعال التعويل سيارة جعل. إذا عندي هذه الثلاثة الأنواع من أخوات ظن وأخواتها تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. لكن هناك بعض الأفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، اللي ألفاظ العطايا أو المنح أو أعطى ألبس كسى منح إلى آخر كما هو مبين أمامكم. فهذه تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، فتقول أعطى محمد عليا ثوبا. فعندما تأتي تفصل تقول عليا ثوبا، هل ممكن أن تكون مبتدأ وخبر؟ لا، إذا ليس أصلهما مبتدأ وخبر. لكن أفعال اليقين تقول رأيت محمدا مجتهدا، لكن ممكن نفصل محمدا مجتهدا تقول محمد مجتهد مبتدأ وخبر. طيب ظننت عليا مسافرا، ظننت فعل وفاعل، عليا مفعول به أول ومسافرا مفعول به ثاني، ممكن نقول علي مسافر مبتدأ وخبر. إذا هي نصبت المبتدأ والخبر هذه الأفعال، إذا نصبت مفعولين وهنا تنصب ثلاثة مفاعيل. أما اللازم والذي لا يكتفي بمفعوله أكثر من أفعال الزجاجة ما دل على عيب أو لون أو نظافة مثل اخضر أو عمشة، أو نظافة مثل طهرة مثلا طهر الثوب،
أنا لا يوجد في مفعول به. طهر الثوب أو اخضر الزرع، احمر الورد، أو تجادل الخصمان، أو تكسر الدم، فكل هذه أفعال لازمة. طيب، كيف نبني الفعل الماضي البناء للمجهول؟ الفعل الماضي والفعل المضارع. الفعل الماضي للمجهول إن كان ثلاثي نضم أوله ونكسر ما قبل آخره. درس نقول درس، دحرج نقول دحري جاء، يعني يضم الأول ويكسر ما قبل ليش الأخير. هذه قاعدة بناء الماضي السالم. طيب، الماضي اللي يبدأ بتاء نضم الحرف الأول والثاني مع التزام الكسر ما قبل الآخر. إذا يضم الحرف الأول والثاني، نضم الحرف الأول والثاني مع التزام كسر ما قبل الآخر، فنقول تعلم تسلم. طيب، تأمل الأفعال هذه، أفعال ماضية سالمة مبدوءة بهمزة وصل، إذا أولها وثالثها قد ضم، نقول اجتمع تقول اجتمع، اجتو تضم الأول والثالث عند البناء للمجهول، اجتمع، انطلق مع كسر ما الآخر. طيب، اللي أوسطها حرف إلا، ما اللي فيها ألف دافع، فنقول في دافع وقاتل وخاصم، دوفع قتل خوصم، عند البناء للمجهول نقلب الألف واو، نقلب الألف واو. لاحظ، دافع تقول دوفع، وتفهم تقول تفوهم إلى آخر. طيب، نأتي إلى بناء الماضي الأجوف. الماضي الأجوف مثلا اللي هو وأوسطه حرف علة، كما صام باع، ففيه ثلاث لغات، إما أن تقول في صام يجوز أن تقول صيم أو صوم، وفي باع تقول بيع أو بوع، وهناك لغة ثالثة الإشمام ربما انقرضت، يعني ما موجودة إلا في بعض المناطق العربية، أي أن تأتي بين الضم والكسر، إشمام، لغة الإشمام. إذا هذه إذا كان الفعل ثلاثي معتل الوسط أجوف. عندما تبني المجهول مثل صام قام خاف عاد، يجوز أن يعني مثلا تأتي بالكسر الخالص أو الضم الخالص، صيم صوم، باع بوع، بيع بوع، أو بالإشمام، هذه اللغة الثالثة طبعا. بناء الماضي الثلاثي المضاعف، يعني إذا كان الفعل ثلاثي ومضاعف، كيف؟ مثلا رد، شد، مد، عد، هذه أفعال كثيرة مثلا. كيف نبنيها للمجهول؟ ثلاثي مضاعف. عندما تنبني المجهول ضم الحرف الأول أو نكسر الحرف الأول، فتقول رد في رد رد، أو تقول ردة، إذا ضم الفاء أو كسر الفاء. ويجوز هناك لغة ثالثة اللي هي الإشمام، تأتي بين الضم والكسر، لكن ليس لها صورة مثلا قياسا إلا من خلال النطق، لا تمثل كتابيا. التي تمثل كتابيا هو الكسر الخالص، الكسر كسر الفاء أو ضمها، فتقول في شدة ومد وحبة، يعني وحبة، إما أن تقول بضم الفاء فتقول في رد ردة، أو تقول ردة. إذا يجوز لك أن تأتي بالضم ويجوز أن تأتي بالكسر. وهناك بعض القراءات التي قد وردت طبعا في القرآن الكريم تؤيد هذه اللغة. طيب، بناء الأمر. الأمر عند بناء، أقصد بناء الفعل المضارع، بناء الفعل المضارع المجهول، لاحظ الفعل الماضي يضم الأول دري ويكسر ما قبل الآخر، أما الفعل المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، ويفتح ما قبل، فتقول يذكر يذكر، نضم الأول نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر، شوف الكاف، يذكر يشكر إلى آخر. هذا بناء الفعل المضارع، ولذلك منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاته، لاحظ تقبل، ضمينا التاء وفتحنا الباء اللي قبل الأخير طبعا. وعند البناء للمضارع يكون ما بعدها نائب فاعل، سواء كان الفعل الماضي أو الفعل المضارع، يعني عندما نبني الفعل المجهول الفعل الماضي والمضارع يكون ما بعده نائب فاعل. طيب، إذا كان المضارع أجواف، طبعا احنا قلنا الماضي إذا كان أجوف يجوز أن نأتي بالضم، ويجوز أن نأتي بالكسر، ويجوز في الإشمام، لكن إذا كان المضارع نفسه أجوف وقبل آخره واو أو ياء، مثلا يقول يصوم يبيع،
يعني كيف نبني هذه الأفعال للمجهول؟ عند بناء هذه الأفعال للمجهول نقلب الواو أو الياء إلى ألف، فتقول يقال. هل ممكن أن تقول يقول؟ لا نستطيع أن تبني المجهول مع بقاء الواو، في صعوبة وثقل، فتقول يقال لأنك ضميت الأول، لاحظ. وعندما نقول نفتح ما قبل الآخر الفتحة في القاف وهي فتحة طويلة مع الألف، في من وجهة نظر علم اللغة الحديثة، وإن كان علماء اللغة العربية سابقا يعتبرونها حرف ساكن. إذا كان اعتبروه حرف ساكن، أين الفتح اللي قبل الآخر؟ لكن بما أنها فتحة طويلة فهي يعني القاعدة مستمرة، يعني سوف تكون فتحة طويلة أو فتحة قصيرة، أنك تفتح ما قبل الآخر في المضارع عند بنائه للمجهول. ونكتفي بهذا، يقال، يصام، يباع. طيب فعل الأمر، فعل الأمر لا يبنى فعل الأمر للمجهول، لماذا؟ لأنه لا يكون إلا للمخاطب، أنت بتخاطب شخص، والمبني المجهول هو لغاء لشخص غائب. وإذا أردنا أن نأمر بفعل مبني المجهول فلا بد أن نأتي بالمضارع المبني المجهول مسبوقا بلام الأمر. إذا أردت أن تأمر يعني أنت تأتي بفعل مضارع تسبقه بلام الأمر، مثلا ليكتب الموضوع، لتدرس المسألة، فقط تأتي بلام الأمر ليدل على بلام المجهول. هناك أفعال ماضية تأتي على صورة المبني للمجهول لكن يعرب ما بعدها فاعل لا نائب فاعل، يعرب فاعل لا نائب ابن عن الفاعل. مثلا عني محمد بالدراسة، شوف عني يعني لاحظ مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر، إذا ليس مبني المجهول لأنه أصل الفعل هكذا تركيبته، هكذا تركيبة الفعل جاء على هذه الصيغة، لم نبنه للمجهول وإنما هو على شكله الحقيقي. إذا عني محمد بالدراسة أي اهتم. زهي الطالب الغبي على أستاذ أي تكبر. فلج أي أصابه الفالج. حم الطفل أي استحم أو استحر بدنه. سل أصابه السل. جن احتجب أو أصابه الجنون. غم الهلال احتجب. شده الوزير لما سرق منه، شده أو شده أقصد شده. دهش امتقع، لاحظ امتقع مع أنها نفس صيغة المبني للمجهول لكن هذه ألفاظ جاءت على هذه الصيغة مبنية للمجهول، وإعراب ما بعدها يعرب فاعل لا نائب عن الفاعل. هذه إطلالة سريعة. طيب إذا انتهينا من الفعل وتقسيماتها الصرفية من حيث الجمود والتصرف والاشتقاء إلى آخر، والوزن والبناء للمجهول والتعدي واللزوم، الآن نأتي إلى الاسم. الاسم ينقسم إلى مجرد ومزيد. المجرد والمزيد من الاسم، ما هو المجرد؟ طبعا عندي مجرد ثلاثي وعندي مجرد رباعي وعندي مجرد خماسي. المجرد الثلاثي له أوزان معينة، المجرد الثلاثي له أوزان معينة، لاحظ هذه أوزانه 10، سهم، قمر، سهم على وزن فعل، قمر فعل، كتف فعل، عضد فعل، حمل فعل، عنب فعل، إبل فعل، قفل فعل، صرد فعل، عنق فعل. هذه أوزان الاسم المجرد، وطبعا ربما لا ألزمكم طبعا بحفظها لكن من باب أن تكون لديكم يعني ثقافة أوسع. مجرد الرباعي أي أقصد أن من أجل أن تبين أن هذا الاسم مجرد أو غير مجرد، يعني للتمييز. مجرد الرباعي أوزانه 5، فعلل يعني جعفر مجرد. هل هناك حرف زائد في اسم جعفر؟ لا. أيضا زبرج هذا يعني للزينة، وبعدين الحين ندخل فيها الهاز زبهرجة. فعلل برتن، فعلل الجمطر، الجمطر الجمل القوي، ودرهم لاحظ هذه رباعية لكن مجردة بمعنى ليس فيها حرف زائد، ليس فيها حرف زائد. طيب وعندي مجرد خماسي أوزانه 4 فقط، إذا الرباعي 5 والخماسي 4. فعلل سفرجل، لاحظ هل هناك كلمة من كلمة سفرجل حرف ليس أصلي؟ نوزنها على فعل، فعل لا لا أو فعلل. صحصل يعني المرأة السابقة صفة وأحيانا تسمى اسم. أو قرطعب فعلل، الشيء لا قليل ولا كثير.
قُذْ عِمْلَه، قُذْ عِمْلَه أو ما يسمى قُذْ عِمْلَه، قُذْ عِمْلَه فعلل. إذن هذه أوزان، فعلل 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 فعلل، صح صلق فعلل. إذن هذه خمسة أوزان. طيب، هذا المجرد، الثلاثي، الرباعي، الخماسي، مجرد من الأسماء. وعندي الاسم مزيد مزيد بثلاث، مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي ومزيد الخماسي. طيب الثلاثي شهاب، شيهاب هو شهب أصلي. الشهاب زيدناه بألف مثلا. حلقوم حلق، يعني زودناه بالواو مثلا. بلعوم من البلع، إذا عندي واو وعندي ميم، وهنا نفس الكلام. طيب مزيد الرباعي إحرن، إحرن جام أصله حرن جم، زودنا بالألف. حرن، حرن جم الألف والنون، حر في زيادة يعني، وحرن جم معناه يعني اجتمع، اجتمع. ومزيد الخماسي طبعا اسم دودة، هذه عضرفوت، وأكثرها ربما انقرضت، وغالبا يعني كما ذكرنا أن العربية تميل إلى الأسماء ما قل عددها، يعني الثلاثي ثم تليها الرباعي من حيث التجرد والزيادة. طيب الآن الاسم ينقسم إلى جامد ومشتق، مثل ما قلنا أن الفعل ينقسم إلى جامد ومتصرف، وهنا الاسم ينقسم إلى جامد ومشتق. ما هو الاسم الجامد؟ ما لم يؤخذ من غيره، وهو نوعان. أسماء الأجناس المحسوسة، إنسان، أرض، رجل، شمس، بقر، شجر، إلى آخر. محسوس يعني تراه بالحواس أو تلمسه. إذن هو جامد، أي شيء اسم لشيء محسوس فهو جامد. أو الأشياء المعنوية اللي هي المصادر، نصر، فهم، قيام، زراعة، خوف، خفقان، صداع، رهيل، سمرة، اجتهاد من الجهد، استفهام، مصادر يعني. أسماء المصادر مع الأسماء المحسوسة، هذه أسماء جامدة، أسماء جامدة. طيب المشتق هو الاسم الذي أخذ من غيره ودل على ذات مع ملاحظة وصف. وغالبا المشتق من أقسامه، لاحظ، اسم الفاعل، صيغة المبالغة، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل. هذه المشتقات. مثلا القتل، القتل اسم جامد لأنه مصدر. طيب كيف نجعل من مشتق قاتل؟ هذا إذا صار مشتق، لكن لو قلنا قتل سيكون جامد، لكن قاتل خلاص مشتق. طيب الكذب جامد، لكن كذاب خلاص صار مشتق، لأنه اشتقت من الصيغة البالغة. كتاب اسم جامد، لكن عندما أقول مكتوب، يكتب، كتاب، الكتابة، الكتابة ستكون اسم جامد، لكن مكتوب، يكتب، كاتب، كتاب، إلى آخر، هذا اسم مفعول. أعطينا من الصفة ماشي، كريم، الكرم اسم جامد، لكن كريم صفة. كرماء اسم التفضيل، أكبر، أكبر اسم الزمان، موسم يعني موسم الحج دل على اسم المكان، مقام اسم الآلة، منشار. طبعا عندما نذكر هذه طبعا لها تفاصيل، اسم الفاعل وسياقته قد تحدثنا عنه، والمفعول، وأيضا صيغ المبالغة، هل تحفظون صيغها؟ اسم المفعول كيف يصاغ طبعا الثلاثي من غير الثلاثي، الصفة المشبهة أشرنا إليها إشارات في دروس أو في محاضرة خاصة بنا، اسم التفضيل أيضا. بقي معنا اسم الزمان، طبعا اسم الزمان هو يصاغ على أوزان معين مثلا، يعني على مفعل. وكيف نميز بين هذه؟ بالقرائن أحيانا، قد يجتمع أحيانا بعض الكلمة مثلا اسم الزمان مع اسم المكان بالقرينة، بالقرينة مثلا. مثلا كلمة موعد أجعل منها اسم زمان أو اسم مكان، بحسب مثلا موعدنا الصبح، موعدنا الجامعة. فإذا إذا قرنت بالصبح صارت اسم زمان، وإذا قرنت بالجامعة مثلا صارت اسم مكان. اسم الآلة يعني الآلة مثلا، يعني مفعلة أو مفعال،
مجرفة أو منشار أو إلى آخر، هذه اسمها اسم آلة. اسم المرة اللي هي مرة واحدة ضربة أو جلسة، أو اسم الهيئة جلسة، يعني قريبة من الحال. إذن هذه صفات كلها أسماء مشتقة. إذن عندما نقول اسم مشتق يشتق منه هذه الأشياء: اسم الفاعل والمبالغة والمفعول والمشبه والتفضيل، اسم الزمان والمكان والعلى، يعني هذه المشتقات. طيب، الاسم أيضا من هذا، من حيث الاشتقاق، من حيث ينقسم الاسم إلى مكسور ومنقوص ومضمر من حيث العلة، معتل صحيح ومعتل. إذن هو صحيح ومعتل، صحيح ومعتل. الصحيح ما لم يكن آخره حرف علة مثلا، وقد يدخل فيه أشياء. يعني اكتفينا بذكر المعلول فقط لما له من أهمية وما يعتري من تغيير. المكسور والمنقوص والممدود. المكسور، وهذا دائما يأتي لكم سؤال منه في الامتحان، اسم معرب آخره ألف لازمة، ما هو؟ الاسم المقصور. هدى ألف لازمة، أو مزيدة للتأنيث مثل عطشة، أو مزيدة للحاق مثل دفراء. إذن هذا هو الاسم المقصور آخره ألف لازمة، إما للتأنيث أو للإلحاق. طيب، المنقوص اسم معرب، شوف كلها أسماء معربة، لكن المكسور آخره ألف لازمة، المنقوص آخره ياء لازمة، مكسور ما قبلها، القاضي، الداعي، المنادي إلى آخر، لاحظ ياء وقبلها كسر. وللمنقوص طبعا حالات، يعني في حالة إنه متى نذكر الياء ومتى نحذفها، في حالة الرفع والجر يحذف طبعا إذا كان اسم فاعل مثلا. طيب، الممدود اسم معرب آخره همزة قبلها ألف، وهي إما أصلية مثل قراء، أو زائدة للتأنيث مثل ميساء، أو منقلبة عن واو أو عن ياء مثل سماء وبناء، أو للجمع مثل أصدقاء. طيب، السؤال: كيف نعرف أنها أصلية، وكيف نعرف أنها زائدة، وكيف نعرف أنها منقلبة؟ إذا عرف، أولا تصرف الفعل اللي تأتي منه الماضي والمضارع، فإذا ثبتت الهمز مثلا قرأ، يقرأ، اقرأ، إذن الهمز موجودة في تصاريف الفعل قرأ إذن أو قراء، إذن عرفنا أنها أصلية. لكن زائدة ميساء للتأنيث، ميساء عرفنا أنها للتأنيث لأنها تدل على علم. كيف نعرف أنها منقلبة عن واو أو عن ياء؟ مثلا سماء أصلها من السمو، يسمو من العلو، إذن الهمز ليست أصلية، هي منقلبة، يسمو إذن منقلبة عن واو، بناء يبني إذن منقلبة عن ياء، صدق الجمع للتكسير أصدقاء، إذا هي للجمع. إذا هذه هي الاسم الممدود المعرب الذي يكون آخره ألف. الصحيح ما عدا ذلك، هذا بالنسبة لعلامات أو أقصد التعاريف: المكسور والمنقوص والممدود. طيب، معنا الآن تثنية الاسم وجمعه. يعني التثنية، يعني نأتي بآخر ألف ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر. والجمع معروف طبعا، الجمع في الجمع مذكر سالم، واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر. لكن في عندنا حالات في حيث من حيث التثنية والجمع. الاسم الصحيح ربما يتفق الكثير منه، والممدود في حالة عند في حالة أن يكون أصلي، لكن نريد كيف نثني أو نجمع الاسم المنقوص والاسم المكسور مثلا. لاحظ معي، الصحيح وشبه الصحيح كيف تثني؟ تزاد عليه ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر. محمد، تقول محمدان، ومحمدان في حالة النصب والجر إلى آخره. طيب، المنقوص تزاد عليه ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر. المنقوص القاضي، تقول القاضيان، أو القاضيين، أو القاضيين. إذا كان محذوف الياء ترد، مثلا مررت بداع وبساع، يعني الياء مش موجودة. طيب، عندما تثنيت وأنت تريد ساعيان، تقول مررت بساعيان، حتى لو الياء محذوفة تردها، مررت بساعيين، عفوا مررت بساعيين، جاء ساعيان في الرفع، ومررت بساعيين، ورأيت ساعيين في حالة النصب والجر. أب، عندما تقول نقول أبوا، لاحظ أعدنا الواو. طيب، هذا بالنسبة للمنقوص اللي آخره ياء لازمة قبلها كسرة. طيب، المكسور
المكسور الثلاثي إذا كان حرفها المكسور واحد، لا الثلاثي إذا كان حرف المكسور أصله واو يقلب واو. عصا أصل العصا هنا واو، ولذلك إذا كان واو يكتب ألف طويلة، إذا كان أصل الفعل الاسم الثلاثي واو يكتب طويل، عصوا نقول عصوان. طيب إذا كان أصله ياء يقلب ياء، يعني فتى نقول فتيان. لاحظ. طيب اللي لا أصل يجوز فيه الوجهان، يجوز أن تأتي بالياء ويجوز أن تأتي بالواو، مثلا الريحان تقول ريحان أو رحوان. إذا هذا بالنسبة للاسم المكسور الثلاثي، يعني اللي أصله واو يأتي تثني بالواو، واللي أصله ياء تثني بالياء، وهناك بعضها لها أصلان، يعني ممكن يجوز أن تأتي بالواو وتأتي بالياء. المكسور الذي فوق الثلاثي لاحظ تقلب ألفه ياء لأنه فوق الثلاثي، مستشفى تقول مستشفيان في الرفع، ومستشفيين في النصب والجر، وكذلك مصطفى مصطفيان أو مصطفين، هذا إذا كان فوق الثلاثي تأتي بالياء. الاسم الممدود كيف تثنيه؟ الآن إحنا هذا كله في التثنية، المنقوص والمكسور كله في التثنية. الممدود إذا كانت همزته أصلية تبقى ويزاد عليها حرف التثنية، وضاء وضاءان أو وضاءين. طيب إذا كانت إذا تقلب الهمزة واو إذا كانت مزيدة للتأنيث، مثل حسنة من الحسن، لكن عندما تريد أن تسميه أنت تأتي بالهمز للتثنية حسناء. إذا تقلب الهمزة واو فتقول حسناء حسناوان وحسناوين، حسناوين في النصب والجر وحسناوان في الرفع. تبقى الهمزة على حالها أو تقلب واوا إذا كان أصلها واو أو ياء أو كانت مزيدة للإلحاق، يعني الهمزة يجوز إنك تخليها زي ما هي، أو تقلب واو إذا كان أصلها واو أو ياء إذا كانت ياء. مثلا كساء، يجوز أن تقول في كساء تجعل الهمز كما هي في حالة النصب والجر، فتقول كساء في الرفع وكسائين في النصب والجر، ويجوز أن تقلبها واو تقول كساوان في الرفع وكساوين في النصب والجر. ومثل جزاء، جزاء جزاءان وجزاوين، يعني يجوز أن في الرفع وجزائين وجزاوين في النصب والجر. والإلحاق على الباء يجوز أن تبقيها كما هي همزة أو تقلبها واو، هذا ما يتعلق في التثنية. طيب الجمع، بالنسبة للجمع لاحظ الصحيح وشبه الصحيح تزاد عليه واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون مكسور ما قبلها في حالة النصب والجر. مثلا محمد تقول محمدون، وفي حالة النصب والجر تقول محمدين، يعني جمع ذكر سالم واضح. كيف نجمع الاسم المنقوص جمعا مذكرا سالما؟ لاحظ المنقوص والمكسور والممدود ثنينا وعرفنا كيف شروط تثنيته، والآن الجمع. الاسم المنقوص تحذف ياءه ويزاد عليها واو ونون، مضموم ما قبلها في حالة الرفع نحذف الياء، وياء ونون مكسور ما قبلها في حالة النصب، بدلا القاضي شوف منقوص، الداعي يعني شوف هذا، تقول في القاضي والداعي والنائي وإلى آخر، يعني اللي فيها ياء لازمة مكسور ما قبلها في حالة جمع المذكر سالم، نحذف الياء ونأتي بالواو ونقول القاضون، لكن بدل ما الضاء مكسورة ننقل حركة ضمة الواو إلى الضاء فتصير القاضون في حالة الرفع، وفي حالة النصب والجر نقول القاضين. إذا تحذف الياء ويزاد عليها ونون مضموم ما قبلها في حالة الرفع، وياء ونون مكسور ما قبلها في حالة النصب والجر، وهي معروف. هذا بالنسبة للمنقوص. المكسور تحذف ألفه، إذا المنقوص تحذف الياء حقه، والمكسور تحذف ألفه وتبقى الفتحة دليلا عليها. الأعلى المصطفى فتقول الأعلون، إذا الأعلى هنا الألف حذفناها، والواو علامة جمع مذكر سالم في الرفع، والياء علامة جمع مذكر سالم في النصب والجر، ومثل هو المصطفى المصطفى والمصطفى. إذا في المنقوص والمكسور في حالة جمعهما نحذف ياء المنقوص ونحذف ألف الألف المكسورة. طيب الممدود إذا كانت همزته أصلية تبقى ويزاد بس علامة الجمع، والضاء تقول وضاءون في الرفع ووضائين في النصب والجر، قراء قراء إذا لأنها أصلية. لكن لو كانت الهمز يعني مزيدة مثلا للتأنيث حسناء، لكن هنا ليست
يعني مثلا التأنيث أنت أردت علامة مذكر حسنة، تقول نقلبها واو حسنة، تقول حسناون أو حسناوين، حمراون أو حمراوين إذا أردتها مذكر. طبعا إذا أردنا هذا الجمع مذكر. طيب إذا كان أصلها واو أو ياء أو كانت مزيدة للإلحاق تبقى على حالها أو تقلب واو. يعني إذا كان أصلا الهمز يعني أصلها واو، مثلا كسا يكسو لأن يعني أصلها واو، كسا يجوز أن تقول كسا أون بالهمز، ويجوز أن تبدلها واو كساؤون في حالة الرفع، وبناء على أصلها تقول كساؤون في الرفع وكسائين في النصب والجر، وفي حالة الإبدال كساؤون في الرفع وكساوين في النصب والجر، ومنه جزاء إلى آخر. والإلحاق على الباء الباين، يعني يجوز أن تبدل الهمز كما هي ويجوز أن تبدلها. هذا إذا كان قلنا الاسم. طيب التصغير، ما طبعا آخر شيء جمع المؤنث السالم، عفوا جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم الصحيح زاد عليه ألف وتاء وتحذف تاء تأنيث إن وجدت، زينب زينبات. المكسور يعني إذا كانت ألف ثالثة ترد إلى أصلها، يعني لأن الألف لها أصل، إما أن يكون واو أو ياء، فإن كانت واو صارت واو، وإن كانت ياء صارت ياء. مثلا زكاة تقول زكوات، لأن أصل زكاة من زكا يزكو الواو، فتقول زكوات في جمع المؤنث السالم. وفتاة من فتيات، لأن أصل الفتى الياء حق فتى ياء، فتقول فتيات. طيب إذا تجاوزت ألف الحرف الثالث تقلب ياء وتزاد عليها علامات جمع المؤنث السالم اللي هو ألف فتاة. صغرى يعني زيادة على الثلاثة الحروف، كبرى فتقول صغريات وفدويات. الممدود، الممدود إذا كانت همزة أصلية تبقى ويزاد عليها ألف وتاء. الهمزة إذا كانت أصلية في المثنى وفي جمع المذكر السالم تبقى على ما هي، تقول قراء قراءات وضاعات. إذا كانت همزة أصلية تبقى ويزاد عليها ألف وتاء. إذا كانت همزة زائدة تقلب واو، عذراء تقول عذراوات، صحراء صحراوات لأنها زائدة. طيب إذا كانت همزة منقلبة عن أصل جاز قلبها واوا أو تصحيحها، وهنا غالبا تتفق هذا البند الثالث يتفق في جمع المذكر السالم، كذلك في المثنى يجوز القلب ويجوز الإبقاء. يعني إذا كانت الهمز منقلبة عن أصل كساء فتقول في كساء أصلها الواو والهمز واو، كسوة كساوات أو كساءات. وإذا أصلها ياء حيي تقول حياوات أو حياءات. إذا هذا ما يخص جمع المؤنث السالم. طيب التصغير له أوزان معينة سنحاول أن أسردها لكم على أساس، لأن الملف بدأ يكتمل من نصابه. مثلا التصغير له صيغ معينة، يعني صوغ اسم التحقير أو تقليل أو تقريب أو استعطاف أو تعظيم أو تحقير إلى آخره، يضم أوله وفتح ثانيه وزيادة ياء ساكنة بعده. مثلا شاعر تقول تضم الأول ونفتح الثاني، نقول شوي عر شوي. إذا لاحظ نفتح نضم الأول ونفتح عيش ثاني ونسكن أو نأتي بياء ساكنة فعي فعي. ولذلك ستجد أن أكثر الوزن في البداية الفاء والعين والياء صيغة معينة. لاحظ وإن سمعت بعض الأسماء المبنية المركبة والأفعال المصغرة، بعض الأسماء خاصة يعني تأتي صيغتها يعني زي الاسم المصغر، مثلا فعيل. طيب كيف نصغر مثلا الاسم الثلاثي فعيل؟ نهر تقول نهير، جبل تقول جبيل، فعيعل للاسم الرباعي وما فوق، فعيعل فعيعل تقول جنيدب، فريزد، عندليب، عنيدل، فعيعل. إذا التصغير فعيل أو فعيعل أو فعيعيل، هذه صيغة التصغير تحفظونها، فعيل فعيعل فعيعيل مفيتيح. هذه قلنا لكم صيغة التصغير. طبعا التصغير ما ثاني حرف علة، طبعا هذه شروط، إن كان أصليا قلنا كان أم زائدا يتم برد الحرف إلى أصله، إن كان معتلا مثل غار الألف في غار يغور تقول غوير، يعني حولناها واو اللي هو الألف لأن أصله واو، وقلب الألف الزائدة واو. عالم طبعا عالم من العلم هي ألف زائدة، تقول عويلم في التصغير، لأنه قلنا نضم الأول
ونفتح الثاني ونأتي بياء ساكنة عويلا، قلم أو قصدي عالم تقول عويلم. تصغير ما ثالثه حرف علة، أنا ثاني حرف علة، نرد الأصل. طيب اللي ثالثه حرف علة يقلب حرف العلة ياء ويدغم بياء التصغير. إذا هو ثالث مثلا عصا، ثالث تقول عصية، ومنه أيضا دحاء أو رحاء إلى آخره. تصغير ما رابعه ألف أو واو تقلب ياء، مفتاح تقول مفيتيح. تصغير الاسم الذي حذف منه حرف يرد إليه في التصغير، مثلا أخ أو أب إلى آخر، تقول أخ أخي، يعني نرد ما حذف منه يعني ونضيفه طبعا إلى. لا يرد الحرف المحذوف في الاسم المنون في الرفع والجر اللي هو اسم المنقوص، قاض وداع وناد إلى آخر، تقول قاض قويض، يعني لا نرد المحذوف. لكن في حالة جمع المؤنث السالم نرد المحذوف، وفي حالة التثنية ترد تاء التأنيث في التصغير إن كان ثلاثيا مجردا أو رباعيا آخره معل وقبله حرف مد، هم تقول هنيدة. إذا سمي المذكر بالمؤنث لا ترد إليه التاء عند التصغير مثل أذين وبطن بطين إلى آخر. ترد الحروف المعلة والمبدلة إن كانت عينا أو لاما إلى أصولها. ترد الحروف المعلة اللي هي حروف علة أو ذي مبدلة إلا إذا وقعت بعدما يوجب إعلالا أو إبدالا، مثلا ميزان مويزين، لأنه كيف ردينا الحروف العلة؟ أصل ميزان من وزن، إذا الواو حذف. طيب عندما نريد أن نسقر كلمة ميزان نرد الحرف المحذوف اللي هو الواو، ونحن هنا ألغينا الواو لأنه يصعب عليك أن تقول مي وتأتي بالواو ميوزان، هنا في صعوبة، ولذلك حذفت الواو وأتينا بالياء مجانسة لكسرة الميم ميزان، لأن الكسرة يناسبها الياء فصار ميزان. لكن عندما نسقر هذا الاسم نرد الأصل الذي حذف فنقول مويزين، ومثلها ميعاد وميقات. طيب ربما يعني أخيرا أو قبل الأخير النسب، النسب طبعا هي النسب إلى المكسور، يعني طبعا ياء نسب تأتي في آخر الفعل، وهناك بعض الأسماء يعني لا تحتاج إلى أي نسب، فعال نجار حداد إلى آخر يعني. وهذا الموضوع قد أخذته تفصيلا في المرحلة الثانوية، ولكن هنا يعني من باب استرجاع المعلومة وحصرناها لكم على سبيل الحصر. يبدأ إلينا أو نبدأ بالاسم النسبة إلى الاسم المكسور، يعني الاسم المكسور، والاسم المكسور إما أن تكون ألفه ثالثة أو رابعة. طيب مثلا إذا كان الاسم المكسور الألف حقه ثالثة تقلب واو، عصا مثل عصا، عندما نريد أن تنسب تقول عصوي، فتى الألف ثالثة فتى فتوي. طيب الألف رابعة والثاني ساكن تقول الألف رابعة والثاني ساكن، جاز الحذف والقلب، يعني ملها، يجوز أن تقول ملهي نحذف الياء، ويجوز أن نقلب الألف المكسورة هذه واو تقول ملهوي، إذن يجوز أن نحذفها ويجوز أن نقلبها واو. الألف رابعة والثاني بس متحرك أو خامسة أو سادسة، يعني إذا كانت رابعة بس الثاني متحرك، أو كانت الألف خامسة أو كانت سادسة تحذف وتزاد ياء النسبة فقط. إذا رابعة خامسة سادسة تحذف ويزاد ياء النسبة إلا إذا كانت الألف رابعة والثاني ساكن، يجوز الحذف ويجوز القلب. وإلا الأغلب إذا كانت الألف رابعة أنها تحذف وتزاد ياء النسبة، مثل مصطفى تقول مصطفي. نسبة النسبة إلى المنقوص، النسبة إلى المنقوص، النسبة إلى المنقوص الياء ثالثة والياء رابعة والياء خامسة. إذن المكسور معناته ألف ثالثة، إذا كانت ثالثة تقلب واو، لكن إذا كانت رابعة أو خامسة أو سادسة تحذف إلا إذا كانت رابعة والثاني ساكن. انتبه. النسبة إلى المنقوص الياء ثالثة أو رابعة أو خامسة أو سادسة، إن كانت ثالثة تقلب واو ويفتح ما قبلها. الشجي تقول الشجوي، الشجي تقول الشجوي.
وإن كانت رابعة الياء جاز حذفها وقلبها، جاز حذفها وقلبها. قاضي، تقول قاضوي أو قاضي، يعني يجوز الحذف ويجوز القلب. الياء إن كانت خامسة أو سادسة تحذف ويزاد ياء النسبة. إذا لاحظ حالة الحالات متشابهة. طيب النسبة إلى الممدود، النسبة إلى الممدود إذا كانت الهمزة أصلية بقيت عند النسبة، إذا كانت زائدة للتأنيث قلبت واو صحراء صحراوي، إذا كانت مقلبة عن واو جاز قلبها وجاز جاز إبقاؤها وجاز سماء، تقول سمائي وسماوي. أخيرا النسبة إلى المختوم بأم شددة، الياء بعد حرف واحد ترد الأولى إلى أصلها والثانية تقلب واو حي، تقول حيوي. والياء بعد حرفين تحذف الأولى وتقلب الثانية، واو مع فتح ما قبلها نبي تقول نبوي. إذا جاءت الياء بعد ثلاثة أحرف أو أكثر حذفت وحل محلها أو حلت محلها الياء. الشافعي، تقول الشافعي. إذا هذه اختصارات أو ما يتعلق بالنسب. أخيرا الإعلال والإبدال، يعني أعطيناكم بعض بس التعاريف فقط لتكون عندنا معلومة حول أن بعض الجمل وبعض الكلمات يحدث فيها تغيير لا نعلمه، والتفاصيل موجودة في كتب الصرف، لكن من باب أن تكون لدينا بعض المعلومات. مثلا ما هو الإعلال؟ الإعلال هو تغيير حرف العلة للتخفيف، يتغير. ولذلك تجدون أنه نقول هذا أصل ألف وأصل واو أو أصل هياء، نرد الأصل أو كذا، يعني في حالة الجمع أو في حالة الجمع المقصور أو المنقوص أو الممدود وما إلى ذلك. هو يحدث في عل ويحدث في إعلال، ويحدث في إعلال بالحذف أو بالتسكين أو بالقلب. يعني هذه الحالات التي هذه الحالات التي تحدث في الأفعال التي سبق أن تحدثنا عنها من أجل التخفيف ومن أجل تيسير الكلام. إذن بالقلب أو التسكين أو الحذف. الإعلال بالحذف، ما كان مكسور العين في المضارع حذفت واو حتما، مثلا وعد هو حرف علة، لكن عندما نأتي في المضارع نقول يعيد، أين الواو؟ حذف. ولذلك يسمى إعلال بالحذف، ومنه ورث ومنه وزن إلى آخره. ما كان مفتوح العين إما أن تحذف أو تثبت. وضع، يجوز أن نقول يضع أو نقول يوضع. وجل، نقول يوجل أو يجل. هذا يسمى إعلال بالحذف. إعلال بالتسكين، حذف حركة حرف العلة ونقله، مثلا يقول أصلها يقول، قال لأن قال أصلها جولة، فعندما نأتي من المضارع نقول يقول، فلاحظ فنقلنا حركة الضمة إلى القاف وسكن الواو، لذلك سمي إعلال بالتسكين. إعلال بالقلب، ماذا يعني إعلال بالقلب؟ قلب حرف العلة همزة، مثلا قلادة، قلايد، أو نقول قلائد، صحيفة، صحائف، أو صحائف، عجوزة، عجائز، أو عجائز إلى آخر. الإبدال هو إبدال، طبعا يعني إبدال حرف مكان حرف، يعني أو إدغامه أو قلبه نتيجة لتقارب في المخرج أو تقارب في الصفة. مثلا تقول مثلا إبدلت دال، مثلا دعا ادعى، أصلها اتعى، فأدغم من التاء بالدال، لأن التاء مجهول والداء الداء مجهول والتاء مهموس، فأدغم وأسيطر الجهر فصارت ادعى. ومنه اصطفى، أصلها اصطفى، ولأن حرف الجهر الصاد قوي والتاء مهموس فتحول إلى حرف مجهور، وبما أنه حرف مجهور كان من المحتمل أن يكون اصطفى دال، لكن لأن حروف الاستعلاء قوية فتحول إلى تفخيم مجهور متفخيم، فتحول إلى حرف الطاء. إذن اصطفى. اصطاد كان أصلها اصطاد، ومنه اصطبح كان أصلها اصطبح بالتاء، فتحول التاء إلى طاء بقوة حرف الاستعلاء الصاد، وهذا يسمى إبدال. ومنه إبدال فاء افتعل، إذا كان فاء افتعل واوا أو ياء أبدلت تاء أو أدغمت مثل اتصل، معناه اتصل أو اتقى إلى آخر. إلى هنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وفقكم الله. أتمنى أن تعودوا إلى الكتاب المقرر وأن تستزيدوا من هذه المواضيع التي أخذنا، ليكون أو لتكون لكم معينا في التطبيق القادم. والله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وفقكم الله. وكما ذكرت، هذا الإيجاز وهذه السرعة هو ناتج عن الاختصار اللازم لمقدار المحاضرة. وفقكم الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.